حلو، القاعة مليانة. حلو حلو. مساء الخير. مساء الخير. في شوية تعليمات يا جماعة نحب نقولها في الأول عشان نعدي الحفلة على خير وتستمتعوا بالفيلم إن شاء الله. إيه يا عم، إحنا في طيارة ولا إيه؟ هتخلص بقى يا عم. مش حابب تقول حاجة؟ حابب تقول اللي جنبك حابب يقول حاجة؟ حابب. أول حاجة يا جماعة محدش يقاطعني وأنا بتكلم، أنا بقول تعليمات مهمة، تمام؟ تاني حاجة، اترك المكان كما تحب أن تراه. يعني ملاقيش فشار مرمي، كان زيت بيبسي مدلوع على الأرض، منديل واحد تفف لي فيه ورمهولي، يعني إحنا طلعنا عين أبونا عشان ننضف لكم القاعة. تمام؟ تالت حاجة يا جماعة نلتزم الصمت. اللي هنسمع صوت موبايله بيرن، هنسحب الموبايل بهدوء ونحول الرصيد كله لتحيا مصر. تمام؟ ولع الفيلم يا حسن. ماشي. أنا قاعد معاكم بقى. يلا. الو. ازيك يا لهفة؟ هي مرتديلا. أخبارك إيه؟ هتخلص إمتى؟ شوية كده. ثانية واحدة معايا. هلو يا فندم. مساء النور. تحبي بحريك بيتزا بوركر ميكس جريل باستا أور سي فود؟ لا أنا ممكن أخد حاجة تشيكن، ممكن أخد تشيكن كانتي. وان بيس أور تو بيس؟ تو بيس. السوز باربيكيو ولا هاني ماسترد ولا فرنش فان؟ باربيكيو. أوكي، حضرتك تحبي درينك إيه؟ ميديم سمول لارج؟ ميديم أورانج جوس. تو بيس تشيكن باربيكيو أورانج جوس ميديم كويكلي بليز. تو بيس تشيكن نمبر 6. تشينج بليز. تو بيس تشيكن. مرتديلا. مرتديلا. ايوه ايوه. لهفة انت رحت فين يا ابني؟ موجود. بقول لك ايه مرتديلا، ممكن تعدي عليا عشان عندي مشوار صغير عايزك توصلني بيز؟ ماشي يا ست، تحت امر. سلام. تو بيس تشيكن نمبر. ايه ده؟ ايه ده؟ نهارك يا اسطى. تاريخ، كنت داخل مستعجل في ورديتي. بتعمل كده في ورديتي؟ ده انت ليلتك سودا، ده انا هوديك في داهيه. حضرتك ليه السياح طب في قاعه مغلقه زي دي يعني يا فندم؟ سياح قاعد لي في نص القاعه وتقول لي السياح ما عادش ورا ليه يا حبيبي لو خايف من السياح؟ معلش معلش، بص بص ابوس ايدك، استر عليا الله يستر عليك. انت بترشيني؟ لا خالص. انت ليلتك سودا، يعني قضيه اداب ورشوه. قضيتين في ليله عرض واحده؟ حظك حلو بقى. لا طب بص حضرتك، بص والنبي يستر عليا الله يستر عليك. انت غبي يا ابني، ما انا قلت لك اعمل لك رشوه بتديني فلوس تاني. ايه الغباوه دي؟ وحياه امي لو اوديك في دهب. محمد لا ما تدخلش في محمد. النبي ما تدخل محمد. طب محمد. حضرتك انا بحبها. ايه؟ بحبها قوي. وهي بتحبك؟ وهي كمان بتحبني. طب اقعد اقعد، خلي بالك منها، حطها في عينك، ما تزعلهاش. حاضر، بس لازم تيجي الفرح. ماشي، انا مستني هنا اهوت، مستني الدعوه. ربنا يخليك يا استاذ. ماشي، ربنا يخليك. لو جبت ولد تسميه مرتضى. ناي. ولو جبت بنت وايده. ماشي. بس 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 بقول لك ايه، خلي بالك عشان 5 دقايق والنور هينور والاستراحه. ماشي فاهم يعني؟ بسرعه بسرعه. ايه ده؟ في شارع على الارض؟ هسيبك بقى يا حبوبه واروح اغير عشان امشي انا. تغيري ايه؟ استني بس، النهارده عندنا عيد ميلاد ونجوى ما جاتش، والمدير بيقول ان انت اللي هتخشي مكانها. عيد ميلاد ايه؟ انا مالي؟ انت مالك ايه؟ مش انت جايه النهارده متاخر وامبارح مستاذنه بدري؟ هو بقى كده شكله حطك في دماغه، وكمان ده مش اي عيد ميلاد، ده عيد ميلاد ابن اخته. يا دي الحظ الهبل، ده انا عندي ميعاد مهم قوي نفسي الحقه. هو هابي بيرثداي تو يو وعيد ميلاد وكل سنه طيب وهنخلص. ايه يا لهفة؟ ايوه يا فندم. عندك اعتراض ولا ايه؟ لا خالص يا فندم، ده الحبوب الصغير ده حبيبي، ده انا هعمل له شقلبظات في عيد ميلاده. كلنا شقلبظات؟ كلنا هنعمل له شقلبظات. كلكم هتعملوا شقلبظات؟ طبعا. اتفضلي على عيد الميلاد. اوكي يا فندم. ده انا هكهربه والله العظيم هكهربه. يلا يا حبيبي بقى طفي الشمع عشان نخلص من ام العيد ميلاد ده. ايه ده، مش هنغني الاول ولا ايه؟ يلا نغني. هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو شوقي، هابي بيرثدي تو يو. يلا طفي بابا. ايه الكلوته دي؟ انت هتقلبيني ولا ايه؟ ميدو من عمتي عمل عيد ميلاده هنا الاسبوع اللي فات وكان مليطه. مليطه؟
عايزني اعمل لك ايه يعني؟ ما اعرفش تشقلبي. هتشقلب؟ لا يا حبيبي، لو فاكر نفسك عشان ابن اخت المدير انا هتشقلب لك فعلا وهغني لك وارقص لك واعمل لك الحاجه. حبيبي هابي بيرثدي يا حبيبي. السكر ده حبيب قلبي، القمر ده انا هشيله كده قبح فوق دماغي. ايوه كده هابي بيرثدي يا شوقي. البنت دي ما كانتش عايزه تغني لي. لا لا يا فندم والله هو مش قصده، هو فهم غلط، مش اندرستاند. انا بس ايه، هو كان عايزني اغني له هابي بيرثدي تو يو، قلت له لا ما يصحش، لازم اغني لك هابي بيرثدي تو يو، هغني لك كل شويه نكبر حبه حبه حبه، واغني لك يلا حلا بالا، اغاني كتير يعني. ايوه ايوه ايوه، غني لي كل شويه نكبر حبه حبه، دي حلوه. ها طبعا. انبسط يا حبيبي انبسط، يلا باي. باي باي يا فندم. يلا يا طف في التورته، ياض بتقول له البت دي يا زالو يا زالو. يلا هو فين الساحر بقى؟ جاي يا حبيبي حالا، جايبين لك ساحر وجايبين لك اراجوز وبهلوان وكل حاجه، ناقص يجيبوا لك نانسي عجرم. خطوبه دي ولا عيد ميلاد؟ النبي يا بنتي. ايوه النبي يا بنتي. ايوه يا حاج. النبي يا بنتي. ايوه كرسي. حاضر حاضر يا حاج. اتفضل. الله يخليكي. اتفضل اتفضل. كرسي بس. الله يخليكي. اتفضل. اجيب لحضرتك ميه ولا ايه؟ لا 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 انا عايز. طب اتفضل الكرسي اهو اتفضل. ايوه آه. الله يخليكي. الله ربنا يخلي حضرتك. اتفضل. الله يخليكي. حول ولا قوه الا بالله على اليوم اللي مش هيعدي يا رب. اتاخرت عليكي معلش. مرتديله انا للاسف مش هينفع امشي. ليه؟ عشان النهارده عيد ميلاد ابن اخت المدير، الولد السكر الامور ده، والمدير قايل لي انا اللي اشرف على العيد ميلاد. طيب غني لهم غنوتين ويلا بينا. يا ريت. حاولت اعمل كده بس كل شويه يجي لي ويبص عليا وعايزني بقى اشقلب لهم. ايه ده؟ مين ده؟ ده الساحر، المفروض انه هيعمل فقره الساحر. ساحر ايه؟ ده مصاص دماء. لا 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 ده الساحر، احنا جبناه كذا مره هيعمل فقره الساحر. ابننا الساحر. لا انا الساحر. انا هتسولك دلوقتي. ماشي ماشي. معاكي توم؟ لا معيش. طب افتح بقك. مش عايز افتح بقه. بقول لك ايه مرتدله، معلش انا اسفه قوي هتقل عليك، بليز ساعدني ان احنا نخلص من ام العيد ميلاد ده، انا عندي ميعاد ومش عايزه اتاخر. ما تقلقيش انا هتصرف. بقول لك يا حاجه تعالى معايا. ايوه طب يا ابن السعد سندني بس. تعالى تحت امرك. طب سندني بس. الله يخليك. سندني. الله يخليك. متشكرين قوي يا ابني. تعالى تعالى. شكرا يا مرتدله. اقسم بالله مصاص دماء. بص قدامك حبيبي. يلا. الله عليك يا حاج، يا منورنا يا مشرفنا يا رافع راسنا في الفضائيات، يا كينج الفضائيات. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعمه دي يا حاج؟ لاوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طمني يا علوه، ظهرت في التلفزيون الوقت قد ايه؟ كام ثانيه؟ احنا بالصلاه على النبي كده عملنا بالظبط 3 ثواني. حلو حلو قوي رضا. انا بقى سجلتهم وركنتهم جنب اخواته. هلا هلا، انت هتطلع مدير تصوير باذن الله. حرما الله على الدعوه الجميله دي. جمعا ان شاء الله كلنا كده على الفضائيه السعوديه. قادر يا كريم. لا حلواني انا ماليش في شغل الفضائيات ده. فرجنا بقى. هلا فرجنا. فرحني. ثانيه ثانيه. ايوه وحبيبنا. أيوة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أنا فين يا هلا؟ استنى هو جاي أهو. جاي أهو. أيوة أهو. له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد. إيه ده؟ إيه ده؟ أنا ده شغل الواد شلتوت مخرج القناة 9، مستقصدني من أيام ما كنت بصلي في القائد إبراهيم بتاع اسكندرية. خلاص يا حلواني، دي لا أول جمعة ولا آخر جمعة، البركة في لهفة بقى. الأوردر اللي هتروح النهاردة هينقلها نقلة كبيرة قوي. أنا أمها ملناش حظ في الدنيا. شايف شايف البرواز اللي فوق ده؟ لا والله أصل عندي خشانة في رقبتي. أنا سايب نص فاضي عشان هي تملاه بصورها بقى. نفسي حد فينا في العيلة يظهر كده في التلفزيون أو في السينما، بس يبقى قدام قدام قوي، باين مش ورا. ان شاء الله هتشوفها نجمه كبيره قوي وفي اول الكادر. بس سيبني بقى انزل اروح شغلي. وبعدين لعلمك بقى النهارده انتظر معجزه فنيه كبيره من بيتكو ده. هات يا حبيبي هات، ركز بقى مع السحر. يلا 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 دلوقتي اطفالنا الاحباء، جه ميعادنا مع الفقره البلهاء. مين بيحب الساحر؟ انا. لا بصوت عالي، مين بيحب الساحر؟ أنا. وانا كمان بحبكم. نعمل حركه بسيطه كده دلوقتي. ده ايه؟ منديل. لونه ايه؟ احمر. احمر. لونه ايه؟ ريد. لونه ريد.
لونه ايه؟ بيج. بصوا كويس في المنديل. هوبا. الله 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 عليك. هو ده عيد ميلاد مين يا جماعة؟ عيد ميلادك اسمه شوقي. شوقي قولوا كل سنة وانت طيب يا شوقي. كل سنة وانت طيب يا شوقي. وعقبال 100 سنة يا شوقي. عقبال 100 سنة يا شوقي. تسقيفة لشوقي كلنا يا جماعة. شكرا شكرا شكرا. دلوقتي مع فقرة الكوتشينة. تحبوا الكوتشينة؟ اه. مش بتلعبوا كوتشينة؟ اه. مش بتلعبوا على فلوس؟ اه. اه تلعبوا على فلوس عادي يعني؟ خلاص لا لا ماشي اوكي. بصوا ركزوا كويس. تعالى يا شوقي اختار كارت. اخترت ده. ممكن اشوف الكارت؟ اربعة هارد. وريني وريني يا مرتجلة. بصوا كويس في الكارت. بصوا كويس في الكارت اهو. خليه هنا على جنب ماشي. بص الكارت اللي انت اخترته. يا ثانية اهو. سقفوا يا جماعة. برافو 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 برافو. ساحل جميل الشطور. شكرا. اقعد يا شوقي اقعد يا شوقي. نعمل حاجة تانية. اخفلكوا حد؟ ماشي. اخفلكوا حد؟ ماشي. مين عايزين تخفوه؟ عايزة تختفي؟ تعالي يلا تروح هناك. شي راحت فين؟ اختفت. برافو عليك. الله الله الله. اهي رجعت تاني. سقفوا سقفوا. الله الله. واو عليك بجد. حاجة بسيطة. مبسوط يا شوقي ولا لا؟ شكله مش مبسوط شوقي. يعني نعمل لك ايه طب يا شوقي؟ مبسوط 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 صح؟ طب تعال تعال انا ابسطك يا شوقي. تعال ركزوا مع شوقي. بصوا الترتور دلوقتي جواه ايه؟ ميه. بصوا ركزوا كويس ركزوا كويس. بصوا بص يا شوقي البس الترتور يا شوقي. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه مفيش حاجه. ايه ده؟ ايه يا شوقي مالك؟ مفيش. قال حران حران. ف حران؟ اه ده عرق على فكره. ما عرق يا فندم حضرتك. دي فقره الساحر وهو يعني كان بيعمل يعني هو حران حقيقي. ساحر ايه وفقره ايه؟ اذا كنت عملت كده في قريب انا ابن اختي لو واحد غريب هتعمله فيه ايه؟ انت هتسوقي سمعه المكان. لا والله هتسوقي. لا يا فندم والله صدقني هو اللي هو حقيقي كان حران حقيقي. حران وده مين ده؟ ايه ده السحر حضرتك. سحر مين ده؟ لا ده ابن خالتي اسمه مرتضى. ابن خالتك؟ اه. وايه اللي جاب ابن خالتك في عيد ميلاد ابن اختي؟ ما هو حضرتك السحر اللي انتوا جبتوه عيان وتعبان جدا. شوف حضرتك مرمي ازاي هناك. وانا مال انا؟ انا مال انا؟ انتوا بوظتوا لي الدنيا. انتوا بوظتوا عيد الميلاد. لا يا فندم والله انا انتي. مش انا قلت انقذ الموقف والله يعني. انت مرفوضه بره بره. انا معاها بره. ليش يا حضرتك فعلا رفدتني؟ ايوه. طب ثانيه واحده بقى. تعالى بقى. ايه ده ايه ده شوقي؟ انت بتعمل ايه؟ ما ندخلش ما ندخلش. ده ابن اختي. معلش ما انا برضو ابن خالتها يعني. شفتني دخلت نسيبهم. نسيبهم نشوف مين الاقوى. مشهورة بجنون نجمة تخطف هالعيون في السينمات ليا فيلم جديد واسمي بالبنت العريض نجمة يجري وراها كل المنتجين أجرها عالي وكل يومين يزيد زي نجلاء فتحي أو ميرفت أمين وابقى أشهر واحدة في الجيل الجديد إعلانات مسلسلات أفلام تحقق في إيرادات لمعجبيني واقفة بمضي وتجرفات لهفة جت لهفة راحت لهفة فستانها فظيع لهفة أخبرها على لسان الجميع نفسي أكون مشهورة بجنون نجمة تخطف هالعيون سوري. لهفة يلا لهفة. النجومية ما بتستناش حد. المخرج جوه وبيوزع الأدوار. يلا مش هستناكي. استنى يا خيلو أنا شفت دلوقتي حلم فظيع رؤية خطيرة. أنا متأكدة إن البلاتو ده هيبقى أول سلمة في سلالم المجد. طب ما تقوليش بقى خلي الحلم يتفسر جوه. ماشي يلا يا خيلو.
يلا يا ماما وقفي لي هنا صف، يلا عشان المخرج يختار ما بينكم. يلا يا حبيبتي هنا جنبها. ايوه برافو برافو يا حبيبتي. يلا اتفضل يا ريس. هم دول الجثث؟ هم يا ريس. دول اللي هتقتلوا؟ طلقه في رقبتها. يلا ميك اب. جاز وسخ. ها؟ يلا ميك اب. قطر فورمها رايح جاي. يلا ميك اب. بسم الله ما شاء الله. ايه القمر ده؟ شكرا متشكره يا استاذ. الخدام. الخدام. انا ممكن اعمل اي كاركتر لحضرتك، اي كاركتر. عايز بقى دي تاخد سهم في رقبتها. ها خنجر خنجر. ها وده رقبتها دي تدلدل كده. ماشي. عايزه تنزل كده تلقفها كده. ماشي. ها طب ما هو كده يا استاذ مش هيكون عندي حوار يعني. اخرجي انت بقى وبلاش انا. خليها تخرج تروح. اروح لا تروح. لا 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 اروح. لا بلاش اروح. ايه يا عمره اروحها يا ريس؟ لا خلاص خليك. اروحها خليك. خلاص 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 يا حماه. خلاص خليك. ها شكرا متشكره قوي. والحلو اسمه ايه؟ الحقيقي ولا اللي على الفيس؟ اللي يجيبك سكه. سهر الليالي. سافل سافل نسهر ولا يهمك. ها وماله. اسبيني على الاوضه. ازيك يا عمران؟ ازيك يا استاذ؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. مش عايز سهم انت حاجه ترشق فيك؟ لا السهم بيجيب لي حساسيه. عمران حاضر حاضر. بقول لك يا ريس على فكره ده خاله. ايه؟ انا بنت اخته. يا خير ده هيديني سكينه في رقبتي يعني؟ مفيش حوار اقوله ولا اي تمثيل. ما لما تاخدي سكينه في رقبتك كل النجوم الكبار بدأوا كده، اللي خدت سكينة واللي خدت بشلة واللي خدت سافوريا. وأعرف نجمة كبيرة قوي اترش عليها مية نار في أول حياتها. ماشي خيلو أنا هعمل أي حاجة أي حاجة عشان أوصل. بقول لك إيه خيلو؟ مش حضرتك تعرف مؤلف العمل ده؟ اللي أعرفه ده حبيبي. طب ما تكلمه كده في الخباثة وقول له يزود لي جملتين، يعني مثلا وهو بيقتلني أقول له ارحمني يا سافل ارحمني يا مجرم ما تقتلنيش حرام عليك حاجه كده يعني. يا تصدق اتأثرت قوي من الكلام اللي انت قلتيه. طب ما تزودي كلامك على طول. من نفسي كده اجود؟ على طول. انت دلوقتي تروحي اوضتك تجهزي وتفكري في الكلام اللي هتقوليه. ماشي ماشي. احنا هنفضل نرغي عم عمران ولا ايه؟ يلا يا استاذ. معلش انا متاسفه. يلا يا استاذ. باي باي يا خيرو ما تقتلنيش. ايه يا عم عمران؟ ماشي يا استاذ. يا رب يا رب لف والنبي استرها عليا. هقتلك زي ما قتلت الخدامة. وتقتلني ليه؟ تحب أقوم أرقص لك شوية فرفشك حتى؟ حرام عليك حرام عليك يا قاتل يا مجرم. استوب. إيه يا بنتي ده؟ أنت مش واخدة خنجر في رقبتك؟ دي حلاوة روح يعني بتفرفري. معلش يا أستاذ كان بيطلع مني مكنون الشخصية. مكنون؟ أنت هتطلعي مكنون أم أنا. يلا تاني. سوري سوري هموت وأنا ساكتة خلاص. أكشن. هقتلك هقتلك زي ما قتلت الخدامة. لا والنبي ما تموتنيش خلاص. بلاش رقص بلاش رقص. تحب تتحرش أحسن؟ استوب. لا ده انت قصده بقى اللي بتعمليه ده. ايه اللي بتعمل؟ بتعتصف في الشط. ليش لطشة برد يا أستاذة؟ سلامتك يا يا حماي. ايه يا ريس؟ أنا غلطان يا ابني ما سمعتش كلامك. قلت لك أروح. روحها فعلا. أروح؟ يلا بنت روحها. يلا يا ماما. بقول لك إيه تروح زي ما هي كده. بالخنجر تروحي كده. السكينة في رقبتها. يا أستاذة أنا آسفة حضرتك اديني فرصة. اتكلي على الله اتكلي على الله. يلا يا ماما. حضرتك الخسران. يلا يا بنت. موتي بقى واخلصي. معادنا زي ما هو. يلا. يرضيك كده يا خلو؟ يمشيني في الشارع بمريالا سبونج بوب ومنديل بقويا؟ يعني هي جت على السبونج بوب؟ وبعدين انا برضو مستغرب من رد فعله. اول مره اشوفه بالعصبيه دي. بس انا زعلانه منك يا خلو. انت ما دفعتش عني خالص. ليه بس يا حبيبه خلو؟ اعمل ايه؟ انا كنت خايف. وبعدين انت مش شايفه العصبيه اللي كان فيها؟ بصراحه عصبيه اوفر. هو انا عملت ايه يعني؟ ده انا عطست. ما كل بني ادمين اللي في الدنيا بتعطس. في ايه يا جماعه؟ فنانه واخده سكينه في رقبتي الدور عايز كده. اول مره تشوف واحده واخده سكينه في رقبتها؟ ايه جايين من القطاميه هايتس؟ بقول لك ايه يا خيري؟ انت حاسسها مظبوطه ولا معوجه شويه؟ اصل الراجل بتاع السبيشال افكت بتاعتهم انا حاسه انه مش شاطر. الله اكبر دي هتاكل من رقبتك حته. مش عارفه ابص لك. ميرسي. أي. ايه ده؟ ايه؟ احنا بنخلص يا جدعان بنخلص. انت مين قتلك؟
دي مش حقيقيه يا ايمن، دي في الشغل ركبوها لي والراجل الزفت الله يخرب بيته. باذن الله هخلعها باذن الله. لا حول ولا قوه الا بالله. انا مستغرب ان مفيش نقطه دم نازله من رقبتك، انت عروسه لعبه ولا ايه؟ ما انا بقول لك مش حقيقيه بقى. مش حقيقيه ايه بس؟ مش حقيقيه انهي جزره شقها لك كده؟ المفروض يقول حلال الله اكبر ويشقطها كلها. ايمن انا بجد مش قادره احور لاني خلاص اتخنقت. طبعا لازم تتخنقي، سكينة داخلة رشقة في الزور، داخلة كده مقطعة أكيد الأحبال الصوتية وأكيد المضيق بتاع التنفس أكيد بايظ. في إيه يا جماعة؟ مالكم تنحين لي كده كأن أنا شخصياً فيها بروبلم يعني؟ بص يا لهفة، أنت قدامك دلوقتي حلين مفيش غيرهم، يا إما نقطع رقبتك خالص ونريحك من الدنيا بدل ما تعيشي مغزوزة كده، يا إما نعمل بقى الحل التاني، ندلق على وشك مية نار فتبقي محروقة. فتبقى مشوهة واخدة خنجر في رقبتك فتبقى ايه؟ تمام. انا شايف انت ما تعملش اي حاجة وتخليكي زي ما انت كده، شكلك مختلف، بس تتصوري وتنزلي صورة على الفيسبوك وتكتبي لايك السكينة في الحلاوة. بابا بليز شيل جوز المتخلفين دول من هنا. انا شايف انكم تتنيلوا وتسكتوا. يا حبيبتي مين اللي عمل فيك العملة المنيلة دي؟ بتاع السبيشال ايفكتس. ايه؟ ماكير العمل. ماكير؟ خلاص يبقى ما يصلحش شغل المكير غير الكوافير. انا هكلم لك الكوافير اللي على راسي الحاره يجي يشوف لك حل في اللي انت فيه ده. ماشي يا خالتو، اعملي اي حاجه المهمه اخلص. مساء الخير. مساء النور يا دكتور. خش يا اخويا. من فضلك ركز لان قاعد يركب فيها 3 ساعات. اوكي اوكي حاضر. يا رب كده بقى تقدري تمارسي حياتك عادي خالص. اوكي الله 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 ثانك يو. الله تشكر يا اخويا. جاهد جاهد فعلا.